دي اللارج انتستين، اجزاء اللارج انتستين بنبتدي هنا ده بالسيكم. السيكم طالع منه الفيرمي فورم ابندكس اللي هي زايده الدوديه، ادي سيكم وده فيرمي فورم ابندكس. بنطلع لفوق نلاقي اسندنج كولون، بعدين هنا رايت كوليك فليكشر، هنا ترانسفيرز كولون، وهنا ليفت كوليك فليكشر، وهنا ديسندنج كولون، وهنا بعد ديسندنج كولون في سيجمويد كولون، وبعد السيجمويد كولون في الريكتم في الانال كانال. يبقى سيكم سندنج كولون رايت كوليك فليكشر ترانسفيرز كولون ليفت كوليك فليكشر ديسندنج كولون سيجمويد كولون ريكتم وانال كانال. لما نيجي لللارج انتستين هنا، الاسئله اللي ممكن بتسال فيها يقول لك ايه الموفابل بارتس اوف ذا لارج انتستين وايه الفيكسد بارت اوف ذا لارج انتستين. طبعا الفيكسد بارت اللي هي لازق على البوستيرور ابدومينال وول، المثل اللي عندنا اللي هو الاسندنج كولون والديسندنج كولون، دول فيكسد لان البريتونيوم غطى الانتيرو سيرفيس والتو سايدز، فزنقهم غطى انتيرو سيرفيس وغطى التو سايدز فزنقهم في البوستيرو ابدومينال وول، يبقى الاسندنج كولون والديسندنج كولون ده ايه؟ فيكسد. اما الموفابول فانا عندي اللي ليه، احنا متفقين قبل كده اللي ليها اي جزء من الانتستين ليه ميزنتري يعني ليه فولد من البروتونيوم كونكتد ليه يبقى موفابول، زي السمول انتستين كان ليها ميزنتري كانت ايه موفابول. اللارج انتستين ترانسفيرز كولون ليه في ترانسفيرز ميزو كولون، خدناه قبل كده اللي بيمشي فيه الميدل كوليك ارتري، ترانسفيرز كولون ليه ترانسفيرز ايه ميزو كولون يبقى في ميدل كوليك ارتري. السيجمويد كولون ليه بلفيك او البلفيك كولون ده في بلفيك ميزو كولون، عشان كده الترانسفيرز كولون والسيجمويد كولون او البلفيك كولون دولت الموفابل، اما الاسندنج كولون والديسندنج كولون دولت اللي هم ايه فيكسد. يبقى ده فيكسد وده فيكسد وده موفابل وده موفابل. يقول لك برضو التينيا كولاي بتتلم فين؟ اقول له التينيا كولاي اللي هي موجوده هنا المفروض لونجيتودنال باند اوف ماسل فايبر كده، واحدة تانية كده، واحدة تانية كده، الثلاثة بتلموا في الفيرمي فورم ايه ابندكس.